سؤال ذكرته عن الطلاق. نعم. إذا كان الصداق هو بالذهب وإلا بالفضة، فلا بد من واحد من أمرين: إذا أرادوا تحويله إلى نقود فلا بد أن يدفع كاملا وقت الاتفاق على قيمته بالنقود، لأن هذا صرف، عقد صرف مستقل، والصرف لا يجوز فيه التأخير. وإذا كان المبلغ كبيرا والزوج لا يستطيع أن يدفعه دفعة واحدة، فعلى المحامين وعلى أهل المحاكم أن يقسطوا الذهب نفسه، لا يقسطون قيمته. إذا كان عليه مثلا 200 جرام من الذهب ولا يستطيع أن يدفعها في مرة واحدة، يقول له مثلا في كل شهر عليك أن تدفع مثلا 10 جرامات أو 5 جرامات حسب استطاعته وقدرته. في هذه الحالة يجوز التقسيط، لأن الدين هو بقي على حاله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولم يدخله صرف، الذهب نفسه هو الذي قسط. أما إذا حول إلى نقود فلا يجوز تقسيطه ولا تأجيله، بل يجب أن يدفع في المجلس وقت العقد. والقيمة ليس هناك قيمة محددة، لأنه إذا اختلفت الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أي لا يقال عن الذهب هل هو الجرام ب100 ولا ب150 ولا ب500 ولا بسعر المصرف ولا بسعر السوق السوداء، هذا كله لا يعني، حسب الاتفاق اللي يتفق عليه الزوج والزوجة. رضيت المرأة والرجل بأن يكون الجرام ب100 يكون 100، رضوا بأن يكون ب500 وب500، هذا لا إشكال فيه. الإشكال هو في التأجيل فقط، التأجيل حرام لا يجوز، لابد إذا حول إلى نقود أن يدفع مرة واحدة في المجلس وقت التعاقد، ولا يجوز تأجيل فيه ولا التقسيط.